سيلتقي رئيس تنفيذي لشركة بريتش بتروليوم البريطانية. برلمان لبنان ينعقد لمنح الثقة للحكومة وتصاعد حدة المواجهات في محيطه. والصحة العالمية تحذر من أن كورونا بات يمثل تهديدا خطيرا لدول العالم. الرابع عصرنا الثانية بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم بي بي البريطانية، وذلك خلال حضوره مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2020. وأعرب الرئيس عن تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية، ما جعلها تسهم بشكل كبير في عملية الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول. كما أعرب عن التطلع لمزيد من أنشطة الشركة واستثمارها في مصر، سعيا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة، وذلك لصالح الأجيال الحالية والقادمة. وأكد الرئيس الأولوية المتقدمة التي تنتهجها الدولة تجاه مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة. كان رئيس السيسي افتتح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول في دورته الرابعة، والذي يعقد تحت رعايته خلال الفترة من 11 إلى 13 من فبراير الجاري تحت شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط تلبية احتياجات الغد من الطاقة. ويعد المعرض المصاحب للمؤتمر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وعرض أحدث وأبرز التكنولوجيات والابتكارات المستخدمة من قبل الشركات العالمية في مجال الصناعة، كما يوفر فرصة متميزة للعارضين من الشركات البترولية المختلفة لإبراز أحدث الأنشطة والخدمات والحلول التي يقدمونها وترويج لها على نطاق دولي وإقليمي متميز، بما يسهم في تنمية أعمالهم وإتاحة الفرصة للدخول في شركات وأسواق جديدة. استعرض رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب برنامج عمل الحكومة الجديدة، وموضحا في كلمة أمام البرلمان أن البيان الوزاري يرتكز على خطة طوارئ إنقاذية وإصلاحات اقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة معنية بالتواصل مع الحراك الشعبي في الشارع، ومضيفا أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها مطالب المحتجين. تصاعدت حدة المواجهات ما بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبناني بمحيط المجلس، وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز بشكل مكثف في محيط البرلمان لتفريق المتظاهرين، فيما دفع الجيش اللبناني بتعزيزات إلى موقع الاشتباكات. وأعلنت قوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير استثنائية خلال انعقاد الجلسة، وأبرزها إخلاء وإقفال شارع المصارف في وسط بيروت كليا، وعزل المناطق المحيطة بمجلس النواب. طالبت وزارة الخارجية السورية بتحرك دولي حيال زيادة نشر تركيا لقوات في إدلب وريف حلب، ومعتبرة ذلك انتهاكا لسيادتها. وأكدت سوريا رفضها القاطع لأي وجود تركي على الأراضي السورية، وأن ذلك يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ويتناقض مع بيانات أستانا وتفاهمات سوتشي بخصوص منطقة خفض التصعيد في إدلب. دعت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي جولي لاتخاذ مواقف صارمة ضد جماعة الإخوان الإرهابية والنفوذ القطري في بلادها، ومحذرة من خطورتهما على الأمن. وشددت البرلمانية الفرنسية على ضرورة تجديد الرقابة على تدفق الأموال القطرية لتكثيف منابع التنظيمات الإرهابية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا بات يمثل تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم. وأوضحت المنظمة أن في ضوء وجود 99% من الحالات في الصين، فإن الأمر لا يزال إلى حد بعيد بمثابة حالة طوارئ بالنسبة لذلك البلد.
انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.